اساس للامن الاقتصادي للبلاد والامن الغذائي، وهذا ما يكونش بالجهود ديال الدوله. لكن حنا كنحنا كمواطنين كما سميتها المواطنه ولا المواطن الصالح، كمواطنين لازم ننتقريو في هذا، عندنا مسؤوليه. كيفاش ننتقريو؟ الدوله خلاص دارت الانفراستركتور، الجانب التشريعي موجود، الجانب كذا كذا كذا. حنا لازم الثقافه هذه تعود تمشي عندنا كشباب بحول الله تعالى، ثم كجمعيه تقدروا تعززوا هذا المفهوم. الان انتقلت الجامعات، في كل جامعه الان موجوده حاضنه او عده حاضنات، كثروا الملتقيات نتاع المقاولاتيه. الشباب الان اللي كيجي يدير لاتيز نتاعو لازم يديرها على بروجي، وهذاك البروجي يقدر يتحول الى مؤسسه ناشئه. ها كاينه جهود اللي تخدم على الطلبه الجامعيه. مؤخرا وزير التكوين المهني مع وزير مؤسسات الناشئه داروا جلسه اولى بحضورنا باش نبداو ناسسوا الاتفاقيه بين وزاره التكوين المهني ووزاره المؤسسات الناشئه، باش هذه الثقافه تدخل عند المكون في التكوين المهني الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الزوج اللون قسم جاز. إذا السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب المحترم، الأولوية اللي كانت عند الشباب زمان في عهد الثورة وفي عهد الاستعمار الفرنسي، أولا كانوا عايشين في بيئة محبطة، لكن حتى واحد يقدر يقول لك هذاك الوقت بأنه عندنا أمل باش ننتصروا على الاستعمار الفرنسي او انه نخرجوه من بلادنا. كان الشيوخ في هذاك الوقت وليفيو كذا يقول خلاص فات الامير عبد القادر ما دار فيها والو، فات الحداد ما دار فيها والو، فات كذا، فرنسا مستحيل تخرج. وخرج لنا صوت كبير ينادي يقول يا ودي القاعه 23 سنه و 22 سنه و 21 سنه وطلع حتى 30 سنه، قال لك لا ما كاش تقدر فرنسا تخرج الكبار. ربما كانوا في هذا الملتقى اللي يتضمن يعني اتصال مباشر بين الشباب بين الشباب وكذلك الادارات الولائيه وحتى يعني الاطارات يعني من المجلس الاعلى للشباب. يعني احنا نغتنم هذه الفرصه لكي نمد يعني ميساج ولا يعني رساله للشباب الجزائري، من اجل اننا نقول اننا يعني رانا هناك تواصل مباشر، كذلك حتى اقتراحات ولا نسمع الى اقتراحات والانشغالات كل الشباب على مستوى كل البلديات. هذه فرصه يعني سامحه لانه نغتنم الفرصه او ندعو كافه الشباب الجزائري خاصه على مستوى ولايه بجايه من اجل طرح انشغالاتهم. احنا كمديريه شباب والرياضه يعني نستقبل العديد من الانشغالات تاع الشباب الجزائري او شباب المنطقه. فبمناسبه الاحتفالات للسنه الامازيغيه سنه 1973 1973، فان قطاع الشباب والرياضه لولايه بجايه بتنسيق مع الجمعيات الشبانيه والفنيه شريكه مع القطاع قد سطرت برنامج ثري ومتنوع تتخله عروض فنية، عروض ومسابقات ثقافية، دورات ترفيهية. فستشهد كل المؤسسات الشبانية وكل المركبات الرياضية الجوارية لقطاع الشباب والرياضة نشاطات مختلفة.